ملي قلنا لكم بان الحرباء اليمنيه ما خصهاش تدافع على المملكه المغربيه وما خصهاش تدافع على المغاربه، ملي قلنا لكم بان سعد الشرعي خبيث جدا وله مجموعه من الالوان والاوجه، ملي قلنا لكم بان داك السيد ما يصلحش للمغاربه يدافع عليهم، ناضوا شي واحد كيقول لك لا حسيتي ولا ما حسيتش. ترى شوف انا مغربي مواطن مغربي، واقول دائما يعلم الله كم احبك يا وطني، فانا اتحدث عن الوطنيه، اتحدث عن احترام المقدسات، احترام مواطني المغاربه واحترام جميع المغاربه نساء ورجالا كانوا. اسعد الشرعي ذاك الحرباء المتلون اليمني الاصل، عندكم الخبر بانه اشقال على المغاربه مره اخرى، اشقال على المغاربه مره اخرى، مره اخرى يهاجم المغاربه، فهو لقيت اللي تيشوف واحد الجهه غالبه تيمشي معها، لقيت اللي شاف المسلمين والعرب ما يقع في فلسطين، انا اقول فلسطين ولا اقول غزه، اقول فلسطين حتى لا تنسلخ القضيه من جلدها، حتى لا تنسلخ القضيه من جلدها. فلسطين ولات بحال داك السلوم القصير، كلشي كيبغي ينقز عليه. احداث كثيره غادي نتناقشوها في هذا الموضوع، ولكن الا بقيتوا معايا حتى الاخر، المغرب اولا ولا غالب الى الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانه، يعلم الله كم ادافع عنك يا وطني، يعلم الله كم احبك يا هذا الوطن. قناتي هشام خضري، قناتي هذه فين ما تابعونا، طلعوا معنا الحساب، لا تحرمنا من الاعجاب ومتابعه الحساب، كان على اليوتيوب او الفيسبوك او التيك توك او الانستغرام. اسعد الشرعي يهاجم المغرب المغاربه مره اخرى واحرج عندما دعاه فلسطينيا، واحد الفلسطيني قال ليه اجي مرحبا بك فلسطين، قال لي انا ما بغيتش نشوف فلسطين مستعمره، قال لي اجي مرحبا بك الغزه، قال لي لا انا ما نجيش، وما يمنعك الذهاب الى فلسطين، وما يمنعك من الذهاب هز الحجر هز العصي او هز اي حاجه وعاون الفلسطينيين، ما يمنعك. نعطيكم مقطع من هذا الفيديو هذا ديال اسعد الشرعي مع فلسطيني عبر اليوتيوب. معلش انت، معلش انت اليوم كشخص مسلم يمني تعيش في بريطانيا، تمام؟ انت اليوم كانسان بتعيش في بريطانيا، شو ليش الشيء اللي بمنعك انك انت كانسان يمني مسلم ما تيجي على فلسطين؟ ما الذي يمنعكم انتم كعرب ان تاتوا الى فلسطين؟ فلسطين طريقها مفتوح وهنا محتله. لا ليست محتله، غزه تستطيع ان تاتي الى غزه وغزه لا استطيع لا استطيع لا لا تستطيع. انا اتكفل بزيارتك لفلسطين. لا لا عرض علي عرض علي عرض علي 1000 مره، لن اتيها الا محرره. أنت من الذي سيحرر فلسطين طالما أن القضية الفلسطينية إن شاء الله ستحرر؟ الله سبحانه وتعالى في علمه الشيء الكثير. إذا أنت دائما نقول يا الله ولكن ربنا على عبدي وأنا أسعى معك ربنا إن شاء الله. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. طب كون أنت من الذي يمنعك، ما الذي يمنعك أنت أن تأتي إلى فلسطين وأن تسيئهم؟ إذا أنت تحرر فلسطين تأتيها إن شاء الله. انا اريد ان اصلي في المسجد الاقصى. ما خصنا نكونوا متفقين على واحد الحاجه واحده، ان ما حكى لك مثل ظفرك، راه ما كاينش واحد اللي يحك لك بحالك راسك، راه ما كاينش واحد اللي دافع عليك الا ما دافعتيش على راسك، راه ما كاينش شي واحد اللي غادي ينوب عليك حتى في حمل المسائل الوطنيه ينوب عليك وتصفقوا ليه. المغاربه خصنا نهزوا شويه بروسنا، الناس المتعاطفين والمتابعين والمتابعين لاسعد الشرعي كطبلوا ليه وهاجمكم، ولا انتم ما هاجمكمش، هاجم واحدين اخرين ولا اشنو؟ ولا اش هاجم بيني وبينكم؟ خليوا واحد يجي حقات يدافع علينا، انا ما خصناش اللي يدافع علينا، المغاربه راه كانوا رجال من القديم وباقيين رجال لدابا، المغاربه راه وصلوا بالفتوحات ديال موسى بن نصير، وصلوا حتى الاندلس، وصلوا حتى البرتغال، وصلنا حتى نهر السنغال، وصلنا حتى غرناطه وقرطاج، المغرب راه رجال منذ زمان لا يحتاجون لمن يدافع عنهم، اللي جا نصفقوا ليه، ولا يقال ان مطرب الحي لا يطرب، هذه راه الوطنيه، هذه راه ماشي فيهاش الطرب وما فيهاش الغناء، ما نخليوش واحد يتلون كالحرباء كل يوم بلون. عندنا مشكل احنا مع الجزائر، احنا عندنا مشكل مع الجزائر، احنا عندنا مشكل مع الجزائر، نتسناو واحد يجي بدا يهضر بدا يطبل، كان كيهاجم المغاربه شويه ولا مع المغاربه شويه، كل مره يهاجم
مرة يهاجم جلالة الملك والمغاربة، ومرة يهاجم المغاربة، وكل ما لقى الفرصة يهاجم المغاربة. وانتم حلين فمكم بحل بهلل، تفرجوا لي وعجبكم الحال، تهضر مع شي واحد يقولك حاسدو، فاش حاسدو؟ فخلا دار باباه، ترى ما عايش حتى في بلاده، راه عايش في بريطانيا، وانا الحمد لله عايش في بلادي وبين ولادي وبين خوتي وبين احبابي وبينكم انتم المغاربه. نخرج نتلاقى مع المغربي، ونتلاقى مع جاري وبن عمي ولد خالي، ونتلاقى مع الامازيغي والعربي والشلح والحساني وفيلالي السوسي والفاسي والطنجاوي، نتلاقى مع المراكشي، ونتلاقى مع السفري، ونتلاقى معهم جميعا، لان تعيش في بلادك. الحمد لله احنا عايشين في بلادنا، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وجامعا سائر بلاد المسلمين. هذا فيديو الاول، ومازال غادي نزيدو فيديوهات اخرين، ومازال غنديروا مباشرات اما على اليوتيوب اما على التيك توك، لان هذه المساله ما خصناش نسكتوا عليها. واللي يقول لك اني كنحسدو، واحسدو انت، انا ما عندي علاش نحسدو. ها واش غادي يعطيني ولا غادي نعطينا؟ الحمد لله علاش حاسدو؟ انا عايش في بلادي، في ارضي، في ارض جدادي، اللهم لك الحمد. ما هو لاجئ في بريطانيا. هناك فرق من واحد كيعيش في بلاده وعايش كما يقال قطران بلادي والعسل بلدان. في الاخير بغي نقول لكم، يمتلك لك وطننا ان جعل رصيفه وسادة لك يدته يوم. تذكر دائما المغرب اولا ولا غالب الا الله، وعاش المغرب وعاش من خانه. يعلم الله كم احبك يا وطني، ويعلم الله كم ادافع عنك يا هذا الوطن.